الآن في شروق الزين كله بنتي راعينا الحامية القوافي والقصايد كلها ابداع ومثايل اكبرت عروسنا وفيها الوصف المقبلية زينها وجمالها من فوق يحدك المخايل في شروق الزين كله بنتي راعينا الحامية القوافي والقصايد كلها ابداع ومثايل اكبرت عروسنا وفيها الوصف المقبلية زينها وجمالها من فوق حدك يا المخايل يا شروق انتي لك اهل بياتي بالمداحي حيا بالدرابة ولا دب والزين يا بنت الاصايل بنتي حامد الحزيم الليلة اخصر الندية ابو فيصل راس يقوم بالمراجل بيت ما يهداك ابوك اللي على الجزلة له يمن سقية افخري في فعله اللي غير عن باقي الفعايل وامك اللي بالمكارم والوصوف الحتمية أمي في صلصتها بالطبي مملي بالدلاي وعضداتش حزامك اللي بالأمور المفصلية عزوتك يا بنتي وافين الفعايل والخصايل ذاك في صل ورثة الأمجاد ونوماس الخوية وعبد الوهاب المراجل فيه وفعوله ثقايل والعمام من الحزيمة للصفة العالمية لابتك فيهم كرم معروف صيته بالقبايل والخوال من الحجر فعولهم ما هي خفية لابت وقت الشدايد فعلهم فيها الهواية يا شروق انتي عريبة والوصايف نرجسية يا عروس الزيني كله هي تفتاش الكلايل لك نبارك بالقوافي والبيوت الشعرية يومي من مثل الجميلة وزينها بحد المخايل في شروق الزين كله بتراعين الحمية القوافي والقصايد كلها ابداع ومثايل اكبرت عروسنا وفيها الوصوف المقبلية زينها وجمالها من فوق حدك يا المخايل يا شروق انتي لك اهل بياتي بالمداحي حيا بالدرابة ولا دب والزين يا بنت الاصايل بنتي حامد الحزيم الليلة اخصر الندية ابو فيصل راس يقوم بالمراجل ذاك ابوك اللي على الجزلة له يمن سقية افخري في فعله اللي غير عن باقي الفعايل وامك اللي بالمكارم والوصوف الحتمية امي في صلصتها بالطبي مملي بالدلايل وعضداتش حزامك اللي بالامور المفصلية عزوتك يا بنتي وافين الفعايل والخصايل ذاك فيصل ورث الامجاد ونوماس الخوية وعبد الوهاب المراجل فيه وفعوله ثقايل هو العمام من الحزيمة للصفة العالمية لابتك فيهم كرم معروف صيته بالقبايل والخوال من الحجر فعولهم ما هي خفية لابت وقت الشدايد فعلهم فيها الهواية يا شروق انتي عريبة والوصايف نرجسية يا عروس الزين كله هي تفتاش الكلايل لك نبارك بالقوافي والبيوت الشعرية يومي من مثل الجميلة وزينها بحد المخايل.